بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يليق به ونشكره على نعمته التي لا تعد ولا تحصى، أعظمها على الإطلاق نعمة الإسلام. We thank Allah سبحانه وتعالى and we bless him, we thank him and we praise him for this opportunity to study Islam. بدأنا في الأسبوع الماضي أو قبل هذا في سورة البلد. الله سبحانه وتعالى يقول لا أقسم بهذا البلد. طيب، من يجيب؟ من يرفع يده قبل أن أسأله؟ من يبطل؟ Who's gonna answer this question؟ عندك يا أخانا، بارك الله فيك. ما اسمك أنت؟ أحمد. نعم. لا أقسم. ما معنى لا؟ لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة. إيش هذا لا؟ ما معنى لا؟ لا أقسم. ماذا يقال في هذا لا؟ What does this لا mean? What do we benefit from it? من يجيب؟ لا تأكيد. لا تأكيد. لا، ما هو تأكيد. عندك يا عبد الجبار، كنت موجودا. لا القسم. لا. نعم زائدة. نعم. لا زائدة. إن is extra. إلا أن في كتاب الله ما يصلح أن يقول فيه شيء زائدة. نعم. فمن حيث اللغة العربية وكتب النحوية they call it زائدة. ولكن بأدب مع القرآن، تأدبا مع القرآن، ماذا يقال؟ ماذا يقول يا أخي محمد؟ نعم توكيد، صلوة توكيد. نعم هكذا قلت؟ توكيد؟ نعم صلوة توكيد. بمعنى أقسم بهذا البلد، بمعنى أقسم، لا أقسم بمعنى أقسم. من الله سبحانه وتعالى is swearing by this ballad. ما هو هذا البلد؟ What's this ballad? What's this country that Allah is swearing by? عندك يا أخانا؟ نعم مكة. ما اسمك أنت؟ محسن. أحسنت محسن. طيب الله سبحانه وتعالى swearing by مكة. نعم. وأخذنا بعد هذا وأنت حل بهذا البلد. ما معنى هذا؟ وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل. ما معنى أنت حل؟ ما معنى حل؟ تسكن فيه. ماذا أخذنا؟ قد درسنا هذا. نعم يا أخانا أحمد. إن الله عز وجل جعل له حلال ساعة من النهار. يعني أنت حلال في هذا البلد، يعني إن الله حرم مكة. الله made it sacred. لا يقتل فيه. نعم. لا قتال فيه. There's no fighting in it. نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليها يوم الفتح. نعم. وهو يعني قدم عليها بالجيش. The Prophet صلى الله عليه وسلم came and attacked this country. نعم. فالله سبحانه وتعالى جعل للنبي ساعة. نعم. He made it permissible for him 1 hour. نعم. أن يقاتل فيه. They could fight in it and kill in it. نعم. فأنت حل فيه. أنت حلال فيه. نعم. أنت حلال. إنه بلد حرام. ما معنى حرام؟ That is sacred. There's no fighting in it. There's no stealing. Even a luqata. If you find something that if you find something, you have to leave it. It's not lost and found. You find it in لا. ما يؤخذ شوكها. You don't take it. ولا يقتل صيدها. There's no hunting in it. Can't hunt animals in Mecca. Well, you can hunt somewhere else. It's sacred land. نعم. طيب.
الآن وصلنا إلى قوله تعالى ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. نأخذ هاتين الآيتين وفيهما خير كثير. فاختلف العلماء في معنى ووالد وما ولد. أولا الله سبحانه وتعالى يقسم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. الله يقسم بهذا. ووالد الله swearing يقسم بوالد وما ولد. والد is father. نعم. وما ولد فيها يعني معاني يحتمل معاني. It can convey different meanings. نعم. فبعضهم يقولون من المفسرين أنه بمعنى آدم وذريته. That is Adam, he's the والد. وما ولد, and when he gave birth to, you mean all the children of Adam and humanity. نعم. هذا قول. وبعضهم يجعله عاما كل والد وما ولد. نعم. Every father وما ولد and what he gave birth to. نعم. وفيه أقوال. في أقوال الفائدة منه سيأتي إن شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله, this is the مقسم عليه. في وقد أخذنا آيات من قبل بارك الله فيكم. إذا الله سبحانه وتعالى أقسم على شيء لا بد أن يكون هناك سبب أنه يقسم. فعندنا حرف القسم مقسم به ومقسم عليه. هذا أركان القسم. When Allah سبحانه وتعالى swears by something, you want to indicate what he's swearing by, what he's swearing for, or what he's swearing by, what he's swearing about. نعم. For example, Allah سبحانه وتعالى says, والعصر إن الإنسان لفي خسر. Allah سبحانه وتعالى, he didn't start this surah and say, بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر. لا, قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. نعم. He's swearing by this. I mean, now when he says والعصر, he's swearing, he's making it important. Now this is something I'm swearing by, and it's important. نعم. He's swearing that all of mankind is in loss. فأين أركان القسم؟ ثلاثة: الواو والعصر. نعم. الواو والقسم. كيف نعرف أن الله يقسم في هذه الآية؟ الواو. أحيانا الله قد يقسم بالباء, بالله فلا وربك. نعم. أو هذا الواو بالله, مثل نحن نقول برب الكعبة. نعم. هذا الباو هو قسم. أو تاء تالله. نعم. هذه حروف القسم. فwe have three things, ثلاثة أمور: الواو, المقسم به, والعصر. الله يقسم بالعصر ويقسم على أن الإنسان لفي خسر, كلهم في خسر. ثلاثة أمور. نعم. طيب, ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقسم بالبلد الحرام. نعم. على ماذا؟ أنه خلق الإنسان في كبد, في تعب, في شدة. نعم. الله سبحانه وتعالى يقسم أن الإنسان حياته ما تكون سهلة, لا بد من البلاء. Allah swearing that man, his life is going to be difficult. Allah swearing by this. ولكن نحن نتعجب. نحن نتعجب. يصيبنا مصائب وكأننا نحن الوحيد. نعم. We get problems and difficulties in our life and we're surprised as we're the only one. Or as if we've been oppressed. كأنك مظلوم لما أصابك ما أصابك. كأنك لا تستحق هذا, as if you don't deserve it. Yeah. الله سبحانه وتعالى يقسم بهذا الأمر. نعم. يقسم أن الإنسان, ما قال سيأتيه كبد, خلق هكذا. Not that he's going to
have in his life some difficulties. لا خلق هكذا. He's been created like that. لقد خلقنا الإنسان في كبد من أوله إلى آخره. From the beginning of it to the end of it. ومنها هنا يتبين معنى قوله ووالد وما ولد أي من بداية الأمر من الحمل قبل الولادة من الحمل إلى أن يموت في ولادته تعب في رضاعته تعب نعم حتى في الفطم نعم يعني تعب فهذا الشاهد مما ذكره بعضهم منهم الشنقيطي هذا إشعار أن التعب والمشقة والمعاناة that you كابده الإنسان when you عاني the things that he suffers from it starts from the beginning of his life but when he's in his mother's womb يا إخوة هل 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 بعض الناس يموت في بطن أمه Some people they die in their mother's stomach, and he died. قد تعب. ممكن كان عنده ضربة القلب. He had a heartbeat. ثم مات. نعم. يعني الملك ينفخ الروح إن كان في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوم ثم 40 يوم 120 يوم. 4 أشهر يعني بعد 4 أشهر هو حي إنسان إن قتل فيه دئة يا عبد الجبار أنت مائي If somebody kills this baby while he's in his womb's mother it's a deer on the janine on the infant you have to pay blood money on the infant because after four months نعم it's insane نعم طيب يا إخوة فاليوم نريد أن ننظر في هذه المسألة لقد خلقنا الإنسان في كبد We created إنسان في مشقة الله سبحانه وتعالى يقسم من أول هذه الآية من أجل هذه الكلمة الله يقسم لا أقسم بهذا البلد الله swearing by Mecca من أجل ماذا for what purpose من أجل هذه الكلمة ولكن نحن مساكين نحن يعني يصيبنا غفلة نعم نحن في خيال نحن في الخيال نعم نتخيل we think that life we've been here for سعادة that's what we think right we've been here for سعادة everything is going to be nice and glory and pretty وتمام أنا أصلي أنا أحب جميع الناس ليش بعضهم ما يحبونني لا لقد خلقنا الإنسان في كبد يا أخي. You think everything is supposed to be nice and rosy, نعم? Because you don't bother anybody, nobody's supposed to bother you, right? That's the way it goes. Wake up from your sleep. أنت نائم. استيقظ من نومك. هكذا ليس الدنيا. الدنيا ليس هكذا. والله سبحانه وتعالى يقسم على هذا. فمن ها هنا يتميز الإسلام عن غيرها من الديانات عندنا جواب We have a جواب لمصائب الدنيا We have an answer for the tragedies and the catastrophes and afflictions of the world أما غيرنا يقول ما ذنبه ما ذنب هذا يصيبه هذا ما حصله أيضا شيء أراده الرحمن نعم Other than us would be in doubt. Like, if there was a God, why would there be tornadoes? If there was a God, why would this old lady get abused? And why would these children get abused? Huh? Even the ones who believe in a God, they have no answer. شَيْءٍ أَرَادَهُ اللَّهُ It's something that Allah wants. مِنْهَا هُنَا يَتَمِيَّزْ إِسْلَامِ عَنْ غَيْرِهَا Islam is distinguished from the other religions because they understand this issue tamamen. They understand this issue totally. قال ابن عباس لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في نصب يعني difficulty. We created mankind in difficulty. Allah swearing by this. نعم.
قال الحسن البصري يكابد الإنسان يكابد مصاعب الدنيا وشدائد الآخرة. And he had to go through the difficulties of this world and difficulties in the hereafter. ما كان هو في مشقة فلا تلقاه إلا يكابد أمر الدنيا. You don't see him except, you don't meet anybody except one of the people you know, he's having the problem. He may have sickness, he has family problems, he has money problems. That's where the life goes around. He has family problems, he has health problems, he has money problems. He has family problems, he has health problems, he has some problems with his money and something like that. Look at the dunya. لا يصل منه أحد. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنه هو في شدة من خلق في خلق من حمله وولادته ورضاعه يعني رضاعة وفطامه يعني عندما يفصل من الرضاعة when he's born and when he's in his mother's stomach. Man, during his birth, when he's breastfeeding, and even when you have to stop him from breastfeeding, mashaqqa. Even when his teeth stop coming in, when a child's teeth start coming in, gets ummah. He becomes sick. He's in pain. He's in pain. He cries. هذا إشعار لنا. هذا إشعار لنا. الذي تقدم عليه أشد من هذا. That which you're heading to, يا أيها الطفل. Hey little boy, hey little girl, that what you're heading to? هو أشد. هذا بداية الأمر. هذا بداية الأمر. ولكن نحن مساكين. This is just informing that newborn life is going to be difficult. This is just the beginning. This is just the beginning. Nah. So nobody think that life is just supposed to be rosy. ولكن مع هذا الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah doesn't give a soul a burden, a difficulty more than it can handle. وليبتلى المرء على قدر دينه. A person is tested according to the level of his religion. إن كان في دينه صلب اشتد بلاؤه. If in his religion is solidity and is strong, his test is going to be hard. من كان في دينه رقة وبتودية على قدر دينه. He's going to be tested. If his deen is weak, he's going to be tested according to his weakness, according to the level of his religion. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. As people think they're going to be left alone saying they believe and they're not going to be tested. نعم. فهذه الآية تذكر لنا أننا سنبتلى. We're going to be tested. أخبروا أهليكم. أخبروا أبناءكم. أخبروا بناتكم. هذه الدنيا ليس بسهل. نعم. Inform your wives. Inform your children, inform your sons, inform your daughters. هذه الدنيا فيها ما فيها من المشقة. The life of this world has difficulty in it, but you have to be patient. You have to be patient. نعم. فننظر. Allah سبحانه وتعالى, He says, ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. نعم. And we command mankind to be dutiful and kind to his parents. His mother carried him kurhan in difficulty. وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا. And she gave birth to him in difficulty. Look at that dunya. نعم. In another ayat, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُ أُمُّهُ وَهْنًا على وهن ووهن وضعف. نعم. And we commanded mankind regarding his parents, his mother carried him in weakness upon weakness. نعم. In Islam,
A woman, if she's pregnant, she doesn't have to fast. And if she's breastfeeding, she doesn't have to fast. She's ma'adur. She's excused. If she's pregnant, shafaqatan in khawfan ala al-janin. If she's pregnant, she could stop fasting out of fear that maybe the baby, the infant inside, is not going to get enough nutrients. And when she's breastfeeding, she may be afraid that it would be taken from her, her energy, when the child is taken away from her nutrients and her milk. نعم معذور لأن فيه ماذا مشقة. انظر إلى هذا حديث جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من مولود يولد إلا نخصه أي طعنه نخصه الشيطان فيستهل صارخا من نسخة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, there's no child that's born except that shaitan pokes him in his side with his finger when he's born, and that what makes him cry when the baby comes out of the mother's womb. He starts crying because shaitan pokes him when he's born. Except Isa ibn Maryam wa Ummu. Nah. Because Imra'atu Imran, Isa's grandmother, she made dua and she said, Inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytan ar-rajim. She said, I seek refuge in you for her and for her offsprings from shaytan. From the beginning, a child comes into the life of this world crying. He comes in laughing. Yeah, he comes in crying. Ya subhanallah wa nahnu masakin muqaffalun. We're the unfortunate ones. We don't know. We think life is supposed to be rosy, nice. Everything is supposed to be mashallah. La, Allah yuqsim al-'adha. Don't you see that sometimes it's summer days and it's spring days, but sometimes there's winter. Naam. Sometimes it's winter. Al-mu yataghayyar. Nothing is going to stay the same. Naam. جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه. ما قال كراهة أن أشق على الإبن وعلى البنت الذي يبكي، كراهة أن أشق على أمي. ليست أمه الذي هو يبكي الذي هي تبكي. نعم. لا المرأة تتعب. نعم. The Prophet صلى الله عليه وسلم said حديث في الصحيح عن أبي قتادة I stand up to lead the salah. When I'm leading the salah, I want to make the salah long. But I hear a small baby crying, so I go quickly. I finish the salah quickly so it won't be difficult on the mother. Not, he didn't say it will be difficult on the child, so it won't be difficult on the mother. هذا يكابد الناس. These are the difficulties that mankind finds. فالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث نسمعها نقرأها اليوم بدقة. It comes in الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء. هذا اللفظ هو عند أداب المفرد للبخاري. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله ليس عليه خطيئة. The fitna, the test, the hardships, it doesn't stop. With a believing man or a believing woman in his body
and his family, and his wife, and his money, until he meets Allah, he has no sins on him. It wipes away his sins. طيب عين البلاء في نفسي في جسده. And he has amrad, he has difficulty in his in himself. في أهله يعني في زوجته. أم مرعى قال مؤمن ومؤمنة في زوجها. إساءة سوء الأدب والمشاكل. نعم. هكذا الدنيا. We think that marriage is this, what you say, romance. It's all glitter. It's all glory. Na'am. You never get in any disagreements. You love one another. It's love. Nah, you love her, but mashaqqah occurs. Differences occur between loved ones. Na'am. That's not what marriage is, that romance thing. And everything is bliss and glory. You drooling over her, the saliva swelling out of your mouth. Now that dries up. That saliva, it dries up after a couple of months. Then يبقى حقيقة الدنيا أنك تحترم وتجلها وتحترمها وهي معك وأنت معها الحياة وهي تعينك على الجنة وأنت تعينها على الخير. صحبة يعني بالعقد, صحبة بالعقد. نعم, it's a companionship that has a contract. أربع من صحبة أصحاب صاحبي. نعم, ينتج منها أولاد وأولاد الأولاد وبركات وخيرات. If somebody wants a family, he gets married. It's not about bliss and love. No, if somebody wants a family, يتزوج. هكذا يفعل. Somebody wants a family, he gets married. But here the Prophet sallallahu alaihi wasallam shows, Allah subhanahu wa ta'ala says, وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. And deal with your wife, معاشرة, deal with them with that which is correct, that which is معروف. فإن كرهتموهن ألقد أثبت أنك تكره شيئا في زوجتك. الله الله. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مع أنه أثبت أنك تكره يصبرك ويوجهك أن تبقى معها وأنت تكره أمور فيها. والله سبحانه وتعالى يقول عسى أن يجعل فيه خيرا, ما وقف هناك, خيرا كثيرا. ايش الدنيا, ايش هذه الدنيا؟ يعني الخير يخرج من الصعب, من الصعب يخرج من ماذا؟ من الخير. عاشروهن بالمعروف, treat your wives with that which is correct. But if you dislike something about her, perhaps you dislike something and Allah is going to make in it, he didn't just say good, a lot of good. فيخرج لك الذهب والفضة في ابن وبنت. يعني هذا خير كثير يكون في أولادك. نعم, يكون في أولادك, يكون في صحتك تهتم بك. نعم, يكون ما يحبسك عن الحرام. نعم, خير كثير. نعم. فالله سبحانه وتعالى, even though he confirmed that is something you dislike about her, he advised you to stay there. You're كابد. لقد خلقنا الإنسان في كبد, في حياته, في زواجه, في صغره, في كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عن أبي هريرة, لا يفرق مؤمن مؤمنة. يفرق, فرق هو كراهية خاصة بين الزوجين. Don't let a believing man hate his believing wife. Don't let it get to that level that you hate her. املك نفسك, تأدب. كلف الرجال بهذا, ما كلف النساء بهذا, ما يستطيعنا, ما يستطيعنا. Allah made this on the men. Check your feelings, keep it in place. Don't let it get to the point that you hate her. Check yourself. Check yourself. لا يفرق مؤمن مؤمنة أن كره منها خلقا
رضي منها آخر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Don't let a believing man hate his believing wife. If he dislikes from her certain conduct, he loves from her, he's pleased with her. أمور أخرى خذ الخير وترك الشر. نعم. يعني هذه الدنيا هي هكذا. نعم. فالرجل يصبر على من؟ على زوجته. والمرأة تصبر على من؟ على زوجته. على زوجها. نعم. في حديث آخر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. All you who believe, from amongst your wives and your children are enemies towards you. يعني يشغلونكم عن طاعة الله. نعم. يحبسونكم عن الخير. That was عدوا لكم. Meaning يصدونكم عن الخير الذي يقربك إلى الله. نعم. From amongst your wives and your children are enemies to you. I mean, they block you and they stop you and they prevent you from going closer to Allah. Tell you, what's the solution? Cut them off. Divorce her. Get rid of her. Cut your kids off. La. Allah subhanahu wa ta'ala called, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَهُوا وَتَغْفِرُوا يعني ثلاثة. ثلاثة أيها العبد. نعم. وَإِن تَعْفُوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. العفو هو ترك العقاب. نعم. لا 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 تعاقب. نعم. لا تعاقب. نعم. وتصفحوا هو في القلب. لا تحقد. Don't leave this in your heart. How could she say something like that to me? I did all that. يتكلمني هذا يا أخي. ما أنت الأول الذي أسيء إليك. اعفو. Let it go. Don't hold on to it. Some of us, we hold on to it. She talked to me like that. Like, who are you? ما أنت الأول. You're not the only one somebody was spoken on to. And we hold on to it. We hold on to it. We hold on to it. Maybe somebody will say, 4 months ago when you said that to me. 4 months ago. You never apologized when that day back when you never... Let it go. Let it go. Have the dunya where you thought you was. وَتَغْفِرُ هُوَ السِّتْرُ. غَفْرَ بِمَنَ السَّطَرَ. نعم. لا تمشي إلى عبيها. هي قالت كذا إلى أمها. قالت وفعلت وقالت وفعلت. استرها. هذا غفر بمعنى سطر. كما الله غفر وسطر ذنوبك وعيوبك. استر. نعم. استر. نعم. ولكن من يملك؟ من يقدر؟ نعم. وبهذا ستحافظ على زواجك. نعم. بهذا الطريقة هي تتحصن بإذن الله. نعم. عندما تعفو ما في إقاب. لا تلوم. لا تلوم. You always. That's because you always. You never. Leave them statements alone. You always late when it... You never... Leave it alone. Leave it alone. But you have something inside, you just want to... You just want to scratch it. You just want to get it out. You just want to scratch that thing that's itching you. And هذه الدنيا. هذه الدنيا. You need تملك نفسك. نعم. في حديث آخر الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله. وولده الآية الأولى في جسده وأهله. الآن في نفسه وولده. يا أولاد أنتم متعبون. نعم. الآباء كلهم. انظر الآباء. انظر كلهم. يشهدون عليكم. تتعبون آباءكم. تتعبون أمهاتكم. نعم. ولكن عليهم الصبر. نعم. عليهم الصبر. الأولاد يتعبون. تقول: أنا والله أنا أنصح لابني نصح ما نصحتها لأحد. أحسن إليه. أكلمه. لا أرمز وإشارة. أكلمهم كلام صراح. وما يفهم. ما يفهمني. ما يسمع كلامي. ابني ما يسمع كلامي.
أقول له البس الأبيض يتعمد يلبس الأسود، لأنني أنا قلت له البس الأبيض يلبس الأسود. هو ليس هكذا، ابنه على يدي، ولكن نحن نفهمه هكذا. ونأخذ في صدورنا شيئا، لأننا من شدة حب، إيش من أب ما يريد لابنه خير، يعطيه النص من صميم قلبي، من عميق، من أعمق مكان في قلبي. يا بني افعل كذا خير لك، حتى في الدراسة خير لك أن تدرس كذا وكذا. قال لا، أنا أريد أدرس كذا. قال لي أنا قد جربت الدنيا، أنا عارف. نعم، لكن هو ما يبالي. He just advised your son. You tell him the best nasiya that you have for him. You tell him, I think you should study this and go into this, and this business is better. He goes straight to that thing that you warn him against. What are you going to say? سيحتاج عليك. قال عبي، is it halal or haram? He said, it's halal, but I don't... فلابد أننا نعلم أن الله خلقنا الإنسان في ماذا؟ في كبد. في كل شيء، من أول الولادة إلى الزواج إلى بعد الزواج مع الأولاد. نعم، وكذا الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة لهذا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Really, your money and your children are tests, and Allah with him is the great reward. Meaning, get your reward from Allah. That what you do for your kids, get your reward from Allah. Get it from Allah. ما أنه ابنك، ولكن ما هو ملك لك، هو ابن. ما هو ملك، ابن. نعم، ممكن يموت قبلك أو يموت بعدك، لا تملكه، ذاك الله. هو عبد لله، ما هو عبدك، ابنك، ابن لك. هناك أخ لك، هناك أب لك، هناك عم لك، هذا ابن لك، ابن. You have an uncle, you have a father, you have a grandfather, you have a wife. This is Ibn. You don't own him. Nah. But you don't own his ara, his opinions and his ideas. Like من شدة حب. نعم. تبتلابي. نعم. You get tested with it. والله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يصب منه أي يصيبه بمصيبة. نحن الموفقون، نحن المتميزون في هذا الأمر، المسلمون. من في هذه الدنيا يفهم هذا؟ نعم. فإذا فهمنا هذا، أيش العجب وأيش الصيحة؟ نعم، نصبر. We are the ones that are distinguished with knowing this and recognize this. Whoever Allah wants good for him, he wants good for him. He afflicts him with a hardship and a calamity. He makes things difficult on him. نعم. نحن فهمنا هذا. That's the jawab. That's the answer to all the catastrophes of the life of this world. And why this one guy had bought a car. شيئا أراده الله. نعم. شيئا أراده الله. لحكمة عنده. فجاء عند أصحاب السنن من حديث أنس رضي الله عنه: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. If Allah wants for his servant good, he hastens for him العقوبة, the hardships and difficulties in this world. He gives them in this world so that in the hereafter he can be comfortable. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. If Allah wants for his servant evil, he holds back from him because of his sins. He does sins, he does disobedience, he does that which is haram. Allah lets him go. Allah lets him go till he gives him his full reward, يوم القيامة. Sometimes the kids, you see these young kids here, these teenagers, some of them might try to go do something and go sneak something and do something. Sometimes the first time he might try to do something, somebody busts him upside his head and crack his skull. هذا الموفق. That's the one Allah wanted for good. He wanted good for him. But the one does it, he gets away. Next time he does it, he gets away.
Next time he does it, until he thinks he's the one, and until they wipe him off. Nah. The one that got bust upside his head that first time, ذاك الفائز. ذاك الموفق. نعم. That's the one. نعم. الله حبسه في أول الأمر. نعم. فمن الأحاديث الذي أحب هذا حديث عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إن الله إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السخط. الذي عجبني في هذا الحديث أن the Prophet صلى الله عليه وسلم says in this hadith إن عظم الجزاء the big big great reward مع عظم البلاء with the big big test. إن الله إذا حب قوما if he loves the people ابتلاهم he tests them فمن رضي فله الرضا whoever is pleased with the test is going to find the pleasure of Allah. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطِ And who is angry and upset with the test, he's going to find anger in the rest of his life. نعم. الَّذِي عَجَبْنِي عَنْ هَذَا حَدِيثِ كَلِمَةً وَاحِدٍ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا قَوْمًا Every other ayah, every other hadith, مُؤْمِن وَمُؤْمِنَ وَعَبْدٌ وَمُؤْمِن وَمُسْلِم One individual. Now this is a whole قَوْم. نعم. قَوْم. انظر ايش حصل للقوم هنا انظر ايش حصل للسود هنا وتاريخهم انظر سوريا قوم انظر اليمن قوم لعل الله يريد خيرا نعم قوم a whole people not just an individual a whole people if Allah wants for them goodness ابتلاهم test them ولكن ذا الذي يريده الله ولكن نرجع الآن إلى القوم فمن رضي فله الرضا نعم ولكن ما من المبتلى ترضى وتصبر ما من مبتلى ترضى ويدرك ويفهم يتفطن ويتدين نعم that he's aware he's pleased with it he understands what this is about so he's patient هذا قليل هذا قليل نسأل الله سبحانه وتعالى العافية طيب يا إخوة الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم من يعمل سوءا يجزى به فكثير مما يصيبنا من المصائب هو بسبب ذنوبنا whoever does evil is going to be compensated with it he's going to be recompensed with the likes of it every evil that you do you're going to find the likes of it ويعفو عن كثير and Allah forgives a lot لكن هذه قاعدة من يعمل سوءا يجزى به whoever does evil he's going to get the reward for evil نعم وهذا استشكل على بعض الصحابة جاء عند إمام أحمد والحديث يحصن أن أبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف الصلاح بعد هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به How is there any rectification? How is there any improvement? How are we going to advance with this ayat where Allah says من يعمل سوءا يجزى به Whoever does evil, he's going to be rewarded for it. قال فكل سوء عملنا جزينا به every evil deed that we do we're going to be rewarded for it in evil also halakna I mean we're not going to be able to handle it فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر he said may Allah forgive you O Abu Bakr ألست تنصب ألست تمرض ألست تحزن ألست تصيبك كذا وكذا قال بلى قال فهو ما تجزون به يا سبحان الله The Prophet said Oh Abu Bakr ألست تمرض Don't you get sick ألست تنصب Don't you find difficulty ألست تحزن Don't you get sad sometimes ألا يصيبك أمور Doesn't things afflict you He said of course He
He said, بِهَذَا فَهُوَ مَا تُجَزَوْنَ بِهِ. This is how you're rewarded for the evil that you do. This is what wipes it away. When you become sick, نعم, all the catastrophes and hardships that you find in your life. الآن, we want to look at something in comparison before we end. Allah subhanahu wa ta'ala aqsama fi hadhihi surah bi Makkah ala madha khalq al-insan. Na'am, kayfa khalq al-insan. Now there's another ayah Allah subhanahu wa ta'ala aqsama bi Makkah. What ayah is this? Another surah Allah aqsama bi Makkah. What surah is this? Na'am. Hadha balad, another surah aqsama bi Makkah wa teen. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala wa teen wa zaytun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin. We took this last week. Wa hadha al-balad al-amin, what is it? Makkah. Wa teen wa zaytun wa turi sinin. Wa turi sinin, what is that? What is turi sinin? Ya Muhammad. Al-Jabal. Jabal. Turi Sina. Aish. Ahamiyat hadha al-Jabal. What's important about this Jabal? كلم الله موسى في هذا البلد. نعم. فما معنى والتين والزيتون؟ ايش الفائده في ذكر التين والزيتون؟ ايش المناسبه؟ ماذا قلنا؟ نعم. احسنت. ما اسمك انت يا اخي؟ سالم. سلمك ربك. احسنت. والتين والزيتون هو بيت المقدس. فالتين والزيتون is بيت المقدس is فلسطين. This is where Allah sent Isa wa anzala an Injil. Wa Tori Sinin, this is where Allah ba'atha Musa wa anzala a Torah. Wa Mecca ba'atha Muhammad an anzal al-Quran. Walakin yuqsam ala madha? On this ayah, Allah aqsama bi Mecca wa aqsam bi Mecca wa aqsama ala khalq al-insan. Same thing in this surah. Allah aqsama bi Mecca wa qala laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. This is the Ahsan Taqweem lil Insan. Annahu yubtala. In the chain Ahsan, you have something better than that. Annahu yubtala. فَمِنْهُمْ مَنْ يَصْبِرْ مِنْهُمْ مَا يَصْبِرْ. امْتِحَانَ. نعم. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. هذا يعني من حيث الجسم. He stands up. Every other creation is down on all fours. You have to eat with no hands. Allah made mankind to eat with his hands. Stands up straight. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. وَالصَّحِيحُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ اللَّهَ يَرُدُّهُ إِلَى أَرْضِ الْعُمُرِ. To the elderly person. طيب فما معنى إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ما معنى هذا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. And the believers, they don't go to the أَرْضِ الْعُمُرِ. They don't go to أرض للعمر. They don't go to their older age, those who believe. No. This إلا, this استثناء هو انقطاع. معناه ولكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير مقطوع. إذا كبر سنهم وكان في أرض للعمر وما يستطيع أن يصلي وما يستطيع أن يمشي وما يستطيع أن يحج وقد كان يحج ما يستطيع أن يصلي وقد كان يصلي له أجر غير ممنون غير مقطوع. نعم. الدنيا انظر الكبير في السن. قلنا في الأسبوع الماضي بارك الله فيكم, الكبير في السن هذا أبوك وهذا جدك, تراه في العناية المركزة. والله هو عند الله في عناية مركزة. نعم. عناية الله معه ورعاية الله معه. نعم. والله سبحانه وتعالى جعله في حالة يترك الدنيا كلها. أي اسم من الدنيا يركز عن الله سبحانه وتعالى. عندك شيء أحسن لهذا لأمك؟ You have something better than for your father and your grandfather? Then الله يجعله في حالة. أولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فرقه من الدنيا كله. ممكن ما يحس رجليه, ممكن ما يستطيع يتكلم, لكن هو مع الله. والله ممكن أنتم تبكون عليه أكثر مما يبكي على نفسه.
يقول الحمد لله، أذكر الله، يقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نعم. فنختم بهذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بعبده خيرا عصله. قال: وما عصله؟ قال: يفتح الله له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. يعني ولا إلا الذين آمنوا، لكن الذين آمنوا عملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وإن وصل إلى أرض العمر لا يستطيع يصلي، ما يستطيع يحج، ما يستطيع يذكر الله، له أجر غير مقطوع إن كان مسلما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر مرض، هذا حال كبير في السن، مرض، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. نعم. وآخر حديث نأخذ ونقتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لتكون له عند الله منزلة. أمين. He has a position, high position with Allah. فما يبلغها بعمل. He can reach it with his own good deeds. فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. هذا ممكن أبوك، ممكن هذا جدك، ممكن هذا أمك. هل عندك شيء أحسن لهذا لأمك؟ هذا عندك شيء أحسن لهذا لجدتك؟ You have something better for your grandmother؟ الله رحيم. نعم. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.